السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي حبايب قلبي، طلاب الصف الثالث الابتدائي أصحاب منهج كونكت بلس، عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. خلصنا الحمد لله يونت 1 وحلينا عليه وقفلنا اليونت الحمد لله، والنهارده معتنا مع ليسون 1 و 2 في يونت 2. هنبدأ مع بعض يونت 2 الوحدة الثانية، ليسون 1 and 2 الدرس الأول والثاني. طبعا هو كله على السوشيال ميديا بيقول بقى ان الدرس ده ايه، ده تقيل وده منهج سنه رابعه ومش، بالعكس خالص خالص. هنشوف في الفيديو النهارده الدرس في منتهى السهوله، وهو بس المهم فيه انك تحفظ كلمات. الكلمه اللي اقولها تجيب بقى كراسه وقلم وتكتب ورايا الكلمه اللي بقولها وبرددها، وكمان بقى الشطار اللي بيرددوا ورايا عشان تثبت في دماغكم، ونقدر كمان نشوف بنحل عليها ازاي. مش مطلوب منك انك تكتب باراجراف في اليعني ده او في الليسون 1 و 2، المهم بس انك تعرف معنى الكلمات وتفهم الجملة لما نقرأ النص ان شاء الله. يسعدني بس لو انتوا اول مرة بتشوفوني تشتركوا في القناة من خلال الزر الاحمر وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات ان شاء الله اول باول، وتتابعوا معانا. احنا بنقدم المناهج من كيجي لحد تالت اعدادي، وكمان ما تنسوش تنضموا لجروب التليجرام، هتلاقوه في صندوق الوصف اسفل الفيديو، تقدروا تنضموا ليه. ببعت لكم الورق اللي بنشتغل بيه هنا او الكتاب، صفحات الكتاب على جروب التليجرام، من غير رغي كتير عشان انا رغاية قوي. Let's start. واول كلمه حبايبي احب ابداها معاكم هي كلمه skull. skull بمعنى الجمجمه، الجمجمه بتاعه الراس دي اسمها skull. skull repeat after me. skull. skull. Let's spell it. نقول skull. 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 جمجمة. skull. جمجمة. skull. جمجمة اسمها skull. جمجمة. skull. skull. الجمجمة اسمها skull. skull. هات ورقة وقلم واكتب ورايا وردد معايا. جمجمة. skull. skull. طيب يا ترى الجمجمة دي بتحمي ايه جواها؟ بتحمي البرين، مخ. برين، مخ. برين، مخ، يعني برين. 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 let's spell brain. br br b r brain. a وراها i هي اللي بتقول a. brain يبقى مخ اسمه brain. جمجمة skull. جمجمة skull. مخ brain. مخ brain. جمجمة skull. أما مخ brain. مخ brain. كمان عندنا الضلوع بتاعة اللي في القفص الصدري دي اسمها ribs. 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 تعالوا نكتبها مع بعض. rib بمعنى ضلع واحد. rib لو جمعتها هتبقى ribs. ribs يعني ضلوع. ribs خلينا لو نقول ضلع واحد rib. ضلع rib. ضلع rib. اما ضلوع ribs اللي هو القفص الصدري ribs. 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 طيب كمان بيحمي ايه؟ احنا عندنا العظم يعني bone. bone. عظم. bone. عظم. bone. bone. عظمة واحدة بون. عظمة طبعا بونز، أما عظمة واحدة بون. بون. عارفين إن العظام بتاعتنا أو البونز بتحمي الحاجة اللي جواها. في عندنا يعني أجزاء أو أعضاء في الجسم قوية وفي أعضاء ضعيفة، هناخد دلوقتي ده بس واحدة واحدة. الأعضاء الأول القوية زي السكال. سكال الجمجمة. اما الاعضاء الضعيفه هو البرين، فدايما في حاجه قويه بتحمي الحاجه الضعيفه دي، فالسكال بيحمي البرين. كمان الريبس. الريبس الضلوع بتحمي الهارت القلب. هارت. هارت. هارت اتش اي اي ار تي هارت، وده احنا خدناه قبل كده. قلب هارت. هارت. محدش يقول لي heart. no. heart. heart. قلب. heart. قلب. heart. h e a r t. heart. قلب يعني heart. كمان جوه الضلوع في الheart وفي lungs.
lungs الرئتان lungs 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 رئتان lungs رئتان اسمهم lungs lungs رئتان lungs. الشاطر بس اللي بيقول ورايا الرئتان اسمهم lungs والقلب heart بيكونوا جوه ومحميين ب ribs 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 يعني الضلوع. نراجع تاني جمجمه skull skull مخ brain brain ribs الضلوع. كمان عندنا heart القلب lungs الرئتان lungs عظمه bone عظام bones bones. كمان عندنا في الوجه عظمه كمان اسمها jaws 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 يعني الفك. jaw j a w jaw فك واحد jaw jaw عظمة الفك اسمها jaw. الفك ده اللي بيحرك سناني او بيحرك بقي هو ده الفك اللي هو الاعلى السنان الاعلى والسنان السفلى دي اسمها jaw 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 يعني فك jaw jaw فك يعني jaw. طيب كمان ايه من الكلمات المهمة عندنا هي عضلة. خلي بالك لان دي عليها درس كامل فمهمة قوي. اسم العضلة muscle 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 عضلة muscle. طيب يا ترى ايه هي العضلة دي؟ كلنا عارفين العظم. العظم بتاعنا هو اللي فيه مثلا العظم بتاع الكتف والعظم بتاع الدراع. طيب العضلة اللي هي اما بنروح الجيم بنكبرها عشان نبقى أقوياء، مش بنكبر العظم بتاعنا، بنكبر العضلة اللي فوق العظم. العضلات دي اسمها muscles muscles. let's spell muscles. ما ام يو مس اس سي بس بيتنطق س ل يعني عضلة muscle muscle. طيب لو قلت muscles يعني عضلات الجسم كله muscle عضلة muscle عضلة muscle عضلة يعني muscle عضلة muscle. طيب يلا let's repeat من الأول كده جمجمة skull جمجمة skull مخ brain مخ brain. كمان ribs ribs الضلوع قلب heart رئتان lungs lungs. كمان عندي عظام bones bones bones. jaw الفك jaw 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 الجي بنطقها ج ج jaw. كمان عضلة muscle عضلة muscle 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 عضلة يعني muscle. ما حدش يقول لي muscle muscle الاس والسي س muscle muscle عضلة يعني muscle. كمان من العظام عندي ركبة ركبة يعني knee knee أولها K ودايما الكي لما يجي وراها حرف الام ما ننطقش الكي زي كلمة knee يعني ركبة ني ركبة ني الكي is silent ركبة ني الركبة اللي بتبقى في رجلينا ركبة ني ركبة اسمها ني. كمان من الكلمات اللي أولها كي ما بتنطقش زي كلمة نايف يعني سكينة نايف الكي مش بتتنطق زي كلمة نو يعني يعرف. لما أقول I know أنا أعرف الكي سايلنت يبقى الكي لما يجي وراها ار مش بننطق الكي يبقى ركبة اسمها ني. أما الكوع اسمه elbow elbow A E L B O O W elbow كوع يعني elbow كوع elbow كوع elbow كوع elbow. أما ركبة ني كوع elbow. تعال بقى نقول الكلمات المهمة أوي. أول كلمة عندنا اسمها arteries arteries يعني الشرايين نكتبها سهلة أوي art
ري دي كده شريان واحد ار 3 اول ما اجمعها بشيل الواي واحط اي اي اس تبقى arteries arteries شرايين لونها دايما احمر في الجسم arteries شرايين arteries arteries. طيب ايه بقى الازرق اللي في ايدينا ده؟ اسمه veins 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 يعني اورده veins اورده اسمها veins. يبقى الشرايين اسمها arteries arteries اما الاورده اللي لونها ازرق بتبقى اسمها veins veins شرايين arteries شرايين arteries شرايين arteries اورده veins اورده veins اورده veins عباره عن ايه الشرايين والاورده دول؟ هما مكان او عباره زي انابيب كده اوعيه اسمها اوعيه دمويه. يعني ايه اوعيه دمويه؟ اوعيه دي جمع وعاء، الوعاء ده اللي بنحط فيه اي حاجه. زي مثلا لو قلت الوعاء الرز يبقى الطبق الرز، يعني الوعاء اللي بنحط فيه الحاجه. فالاوعيه هي دي الاوعيه اللي بنحط فيها اللي مكانها بتاع الدم. واحده فيها دم احمر شرايين والتانيه فيها دم ازرق، وهقول لكم ليه ده احمر وليه ده ازرق دلوقتي. المهم ان نعرف كويس جدا ان الشرايين اسمهم arteries arteries شرايين arteries اورده veins شرايين arteries اورده يعني 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 veins. طيب دول عباره عن اوعيه دمويه. الاوعيه الدمويه دي اسمها، خلينا نقول الاول الدم اسمه blood دم blood 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 ما اسمهاش blue blood 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 دم يعني blood blood دم blood الدم اسمه blood. لما اقول اوعيه دمويه blood vessels blood ونحط لها vessels v e double s e l s تبقى vessels vessels blood vessels اوعيه دمويه blood vessels اوعيه دمويه blood vessels اوعيه دمويه blood vessels اوعيه دمويه. نقول كمان arteries شرايين arteries شرايين veins اورده veins اورده عباره عن ايه الشرايين والاورده دول؟ blood vessels اوعيه دمويه blood vessels blood vessels اوعيه دمويه blood vessels اوعيه دمويه blood vessels. طيب تعالوا نشوف المواد الغذائيه اسمها nutrients nutrients مواد غذائيه او عناصر غذائيه اللي بيستفاد بيها جسم الانسان. احنا طبعا بناكل الاكل، هل الاكل كله اللي احنا بناكله الجسم بيستفيد بيه؟ لا، بيستفيد بالعناصر الغذائيه اللي جوه الطعام دي، انما الباقي خلاص بيخرجه في الحمام. يبقى العناصر الغذائيه دي اسمها nutrients نوت n u t r i e n t s nutrients عناصر غذائيه nutrients. خلي بالك الكلمه دي مهمه قوي وهتقابلنا كتير وكمان في سنه رابعه. nutrients عناصر غذائيه nutrients عناصر غذائيه nutrients عناصر غذائيه nutrients nutrients عناصر غذائيه nutrients. كمان يبقى الدم ده بيوصل له nutrients عناصر غذائيه، كمان بيكون فيه oxygen 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 يعني اكسجين oxygen oxygen طبعا جسمنا بيحتاجه. الجسم اسمه body body جسم body جسم يعني body. فلما اقول oxygen oxygen الاكسجين وكمان nutrients 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 والعناصر الغذائيه مالهم are important يعني مهم important مهم يعني important important يعني مهم.
important important مهمة جدا وسهلة قوي في كتابتها. im i m poor p o r ta t a t n t important يعني مهم, important مهم يعني important مهم يعني important. كمان عندي صفة important, دي صفة يعني بيصف الحاجة دي بأن هي important مهمة. من الصفات كمان عندي صفة اسمها interesting يعني شيق, interesting 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 يعني شيق interesting interesting. أما أقول this video, هذا الفيديو is very interesting, شيق جدا, لأنه هيعرفك جسم الإنسان بيستفيد من الأكل إزاي, فهيكون interesting حاجة شيقة جدا. interesting 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 يعني شيق. طيب كمان من الصفات المهمة قوي عندي strong, strong يعني قوي, strong strong قوي, strong قوي, strong الT والR لما بيجوا ورا بعض بنقولهم تر تر, strong strong يعني قوي strong. أما أقول إيه, he is a strong man, هو يكون strong man, رجل قوي, strong قوي strong. كمان عندي صفة اسمها hard, hard يعني صلب, hard صلب, عكسها soft لين, soft soft يعني دي عكس دي, hard يعني صلب. يا ترى ايه هي عندنا هنا الحاجات الهارد؟ طبعا السكال الجمجمة, عندنا الريبز اللي هي الضلوع, عندنا البونز العظام, كل دي هارد يعني بتكون صلبة. اما المخ البرين ده بيبقى طري جدا فبيبقى soft. كمان الهارت القلب بيبقى soft. كمان اللونجز الرئتين بتبقى soft. يبقى hard صلب, اما soft لين. ودي كانت اكتر الصفات اللي يهمني قوي انك تكون حافظها. طيب تعالوا بقى نقول الافعال, لازم اعرف افرق ما بين الاسم والصفة والفعل. زي ما قلنا اي حاجة بنعملها بقول عليها فعل, زي فعل carry, carry يعني يحمل, carry carry carry. تعالوا نكتبها carry يحمل, carry يحمل, carry يحمل, carry يحمل يعني carry. عندي كمان فعل اسمه control يعني يتحكم, control. مش احنا بنقول remote control يعني التحكم عن بعد بالريموت, يبقى control. نعدل ال control, control يعني يتحكم, control. carry يحمل, control يتحكم, carry يحمل, control يعني يتحكم. عندي كمان move يعني يحرك او يتغير او يتحرك, move ينقل او يتحرك, move ينقل او يتحرك, move move بمعنى ينقل او يتحرك, move move يتحرك او ينقل معناها move. ممكن اقول ان الهارت مثلا او الارتريز اند فينز الاوردة والشرايين بيعملوا ايه, move blood بينقلوا الدم. هنشوف بقى دلوقتي بينقلوا فين. طيب عندي كمان فعل اسمه يستخدم, use يستخدم, use يستخدم, use use من الافعال المهمة قوي يا ولاد, use يستخدم, use use يستخدم. كمان عندي need يحتاج, يحتاج need. اما اقول I need water, انا احتاج ماء, انا عايز مية. need يحتاج, need يحتاج يعني ايه يحتاج, يعني حاجة الجسم محتاجها ما يقدرش يستغنى عنها. need يحتاج, need يحتاج. كمان عندي فعل حلو قوي اسمه chew, chew يعني يمضغ, يمضغ chew. ما حدش يقولي chew no, chew معناها يمضغ, chew chew. ويا بقى لو حفظناها وقلنا chew food يعني يمضغ الطعام, chew food يمضغ الطعام, chew food chew food.
لما نقول we chew food نحن نمضغ الطعام with our teeth يعني بأسناننا بنمضغها بسناننا يبقى chew food يمضغ الطعام chew food يمضغ الطعام chew food يمضغ الطعام need يحتاج use يستخدم use يستخدم use أما أقول I use your pen أنا أستخدم قلمك my brother مثلا أو I use my brother's pen أنا أستخدم قلم أخي يبقى use يستخدم دايما لما تيجي تحفظ الكلمة لأول مرة وتكون أول مرة تحفظها دايما حطها في جملة سهلة جدا 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 أنت تعرف تكونها عشان تثبت في دماغك وتبقى عارف أحط الفعل ده فين أو أستخدم الفعل ده إزاي أو أستخدم الصفة دي إزاي أو أستخدم الاسم إزاي خلاص؟ كمان عندي من الأفعال المهمة قوي فعل push push يعني يزق أو يدفع push P-U-S-H push يدفع push يدفع push يعني يزق push كمان عندي pump pump يعني يضخ pump pump لما أقول our heart القلب بتاعنا pumps بنحط لها S عشان our heart مفرد pumps blood our heart pumps blood يعني القلب بتاعنا يضخ الدم pumps pump يضخ pump يضخ pump طب ينبض ينبض يعني بيت ينبض بيت ينبض يعني بيت يبقى pump يضخ pump يضخ pump دايما بتيجي pump blood يضخ الدم pump blood يضخ الدم pump blood اما بيت يعني ينبض بيت ينبض بيت ينبض عارفين ان القلب بتاعنا our heart beats بينبض 70 times يعني 70 مرة times مرات times لما اقول 70 times 70 مرة a minute في الدقيقة minute minute دقيقة minute يبقى 70 times 70 مرة times مرات times مرات ينبض beat اما pump يضخ push يزق او يدفع طيب كمان عندي من الكلمات المهمة قوي قبل ما ننتقل على جزء reading احنا خدنا oxygen يعني oxygen لما اقول oxygenated oxygenated يعني مؤكسد oxygenated blood الدم المؤكسد يعني اللي فيه oxygen تمام يبقى oxygenated 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 عضو بقى عضو من اعضاء الجسم اسمه organ 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 لما اقول اعضاء الجسم organs organs يبقى organ عضو من اعضاء الجسم organ organ اقول مثلا our heart القلب بتاعنا is An important organ يكون عضو مهم. Our heart is an important organ. Our heart is يكون لازم الجملة فيها فعل. Our heart is يكون an important organ عضو مهم. An important organ ليه حطيت an a أو an هتلاقوا الفيديو بتاعها في صندوق الوصف لو انتوا محتاجين تتأسسوا هيعرفك ازاي بستخدم a و an ومعناهم ايه بالظبط هتلاقوه برضو اللينك ده تحت في صندوق الوصف طيب كمان يبقى احنا قلنا organs يعني اعضاء organ عضو من اعضاء الجسم تعالوا بقى ننتقل لجزء reading ونترجم مع بعض ونشوف هنفهم ايه خلينا الاول نقرأ التعريفات اللي هي arteries arteries يعني شرايين قلنا دي بتعمل ايه carry they carry بيحمل blood with oxygen بيحمل الدم اللي فيه oxygen and nutrients والعناصر الغذائية away from the heart يعني بعيد او من القلب from the heart طيب الoxygen عبارة عن gas ده نوع غاز which all living organisms need كل اللي بيحتاجه الناس او الحياة الاعضاء الحياتية اي عضو بيحتاج اكسجين عشان يعيش
كمان الانسان والحيوان والنبات كل دول محتاجين اكسجين. طيب البلود عباره عن ايه؟ ليكويد يعني سائل. ليكويد that carries oxygen اللي بيحمل الاكسجين and nutrients وكمان العناصر الغذائيه around your body. around يعني حول جسمنا. blood vessels اللي هي الاوعيه الدمويه اللي هي ايه؟ الارتريز والفينز الاورده والشرايين. تيوب انابيب through which blood circulated in the body دي عبارة عن أنابيب بيمشي فيها الدم اللي هو الـ veins and arteries الأوردة والشرايين عشان يكون يعني الدايرة بتاعة جسم الإنسان أو الدورة الدموية. nutrients العناصر الغذائية اللي الإنسان بيحتاجها we need to grow لكي نكبر. آخر حاجة الـ veins الأوردة الـ carry blood بتحمل الدم without a lot of oxygen من غير أكسجين كتير into to the heart إلى القلب ثانية. بصوا بقى قبل ما نقرأ أشرح لكم إزاي الدورة الدموية بتتم. أول حاجة الإنسان بيتنفس أكسجين من خلال اللانجز من الرئتين بتاعتنا يروح للقلب عن طريق الأرتريز الشرايين عشان كده بيبقى لونها احمر. الشرايين دي بيكون فيها دم فيه اكسجين اللي هو الاكسجين يبتدي وكمان النوتريانس العناصر الغذائيه من خلال الاكل اللي بياكله الانسان وتبتدي تروح للجسم كله. يبقى الارتريز اللي مسؤوله عن نقل الدم اللي فيه اكسجين وفيه كمان نوتريانس عناصر غذائيه بيوصل الجسم كله الاكسجين والعناصر الغذائيه ولكن مش بيرجع خلاص. بقى الدم بيبقى فيه اكسجين ونوتريانس ويمشي يوزعهم للجسم. الدم ده بقى اصبح ايه؟ without oxygen without nutrients بدون ولا اكسجين ولا نوتريانس. فبيرجع بس ما بيرجعش من نفس الايه؟ الانبوبه دي. بيرجع من انبوبه الفينز الاورده عشان دايما كده بتلاقيه ازرق. ازرق عشان هو ما فيهوش اكسجين وما فيهوش عناصر غذائيه فبيبقى ازرق ويرجع تاني للقلب ياخد النفس او ياخد الاكسجين من اللانجز من الرئتين ويرجع تاني وهي دي الدوره الدمويه. طيب نقرا بقى ونشوف هنفهم ايه. Today we are going to learn about the body. بصوا بقى we are going to معناها سوف ودي هناخدها الدرس اللي جاي ان شاء الله. يبقى are going to يعني سوف. نحن سوف نتعلم عن الجسم. Miss Mona is going to tell us how the heart works. Miss Mona is going to tell us يعني سوف تخبرنا. فاكرين tell secret يخبر الأسرار أو يقول الأسرار. هي بقى مش هتell secret tell us تخبرنا إحنا how the heart works كيف يعمل القلب إزاي القلب بيعمل. Did you know your heart beats يعني هل تعرف إن قلبك beats ينبض about 70 times a minute يعني حوالي 70 مرة في الدقيقة. كمان your heart moves blood القلب بتاعك بينقل الدم around your body حول جسمك. Our brain المخ بتاعنا controls بيتحكم everything that happens in our body بيتحكم في كل شيء. happens بمعنى يحدث in our body في جسمنا. Our skeleton من الكلمات المهمة جدا اللي نسيت أقولها كويس قوي إن احنا قرأنا الدرس. skeleton معناها هيكل عظمي. دي بقى الهيكل العظمي وكل العظم اللي في الجسم كله اسمه skeleton. skeleton هيكل عظمي skeleton هيكل عظمي skeleton skeleton skeleton. بيقول بقى ايه؟ our skeleton الهيكل العظمي ده help us move بيساعدنا نتحرك and make us strong وبيخلينا أقوياء. It's very interesting لو حاجة شيقة جدا بالنسبة لي بقول عليها It's very interesting It's very interesting It's very interesting. طيب تعالوا كمان نشوف كيف يعمل القلب. The heart is very important القلب مهم جدا because عشان it moves blood بينقل الدم around your body حول جسمك.
blood carries oxygen and nutrients. blood carries احنا قلنا carry يحمل وبنحط للفعل اس مع الفاعل المفرد يبقى الدم بتاعنا carries يحمل oxygen oxygen and nutrients وعناصر غذائيه to all parts of the body. parts of the body اجزاء الجسم. 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 بعد كده بيقول لي veins الأوردة carries blood بتحمل الدم from the body من الجسم to the heart إلى القلب. there isn't a lot of oxygen مفيش أكسجين متبقي خلاص ما خدوا الارتيريز الشرايين هي اللي وزعته فرجع في الفينز الفينز دي مفيهاش أكسجين. in his blood it was used in the body خلاص استخدمناه في الجسم بتاعنا. that's why the blood looks darker ولهذا السبب البلود الدم يبدو darker. dark بمعنى غامق dark لما اقول darker يعني اغمق darker darker عشان كده الفينز بيبقى فيها الدم بتاعنا غامق ليه مفيهوش اكسجين. طيب بعد كده the heart القلب pushes يزق this blood يزق الدم ده to the lungs للرئتين. in the lungs في الرئتين oxygen is added بنتنفس نعمل ايه الاكسجين بيضاف يبقى to the blood بيضاف للدم تاني. the oxygenated blood الدم المؤكسد اللي هو مليان اكسجين now with oxygen يعني دلوقتي في اكسجين travels travels بمعنى يسافر travels back يعني يسافر عودا يعود بقى يعود to the heart يعود للقلب and then the heart وبعد كده القلب pumps blood بتضخ الدم ده to the rest of the body لجميع اجزاء الجسم in the arteries في الشرايين اكيد مش هنحطه في الفينز خلاص هو بيتحط في الشرايين عشان كده بيبقى لونها احمر. بعد كده الفينز and the arteries الاورده والشرايين are the major blood vessels هي دي الاوعيه الدمويه الرئيسيه major يعني الرئيسي في that connected أو that connected to the heart اللي متصلة بالقلب connected to متصلة بي connected to يتصل بي هي دي الحاجات المتصلة بالقلب. طيب تعالوا بقى نشوف كمان ال bones and the muscles العظام والعضلات احنا قلنا muscles مهمة جدا. our skeleton الهيكل العظمي بتاعنا is all the bones هو عبارة عن كل العظم that keep us strong اللي بيخلينا أقوياء and help us وبيساعدنا move نتحرك. we need muscles نحن نحتاج العضلات to move our bones عشان نحرك العظم ده العظم ده واقف محتاجين عضلات نحرك بيها العظم ده. فبيقول they lift يعني هم بيرفعوا and turn bones العضلات دي lift بترفع turn bones وتلف العظام so we can walk عشان كده نقدر نمشي run نجري dance نرقص anything نقدر نعمل اي حاجة. when we kick a ball عندما نركل كورة نشوط الكورة اللي بيحصل المسلز العضلات بتاعتنا make the bones بتجعل العظام in our leg يعني في رجلينا and knee move بتخلي العضلات اللي في ركبتنا وفي رجلينا تتحرك. طيب العضلات دي هي اللي بتخلي عظم رجلينا وعظم ركبتنا يتحرك ونشوط الكورة. كمان muscles in our arms العضلات اللي في دراعنا and elbows وفي الكوع بتاعنا move بتتحرك. when you play tennis لما نيجي نلعب تنس ونشوط ايه الكورة بايدينا كده we use muscles بنحتاج العضلات. when we chew food لما نمضغ الطعام بنحتاج العضلات to move the jaw عشان نحرك الفك jaw bone عظام الفك up and down يعني فوق وتحت. bones are hard العظام صلبة and they protect كمان بتحمي يحمي يعني protect 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 يعني يحمي protect بتحمي our soft organs بتحمي الأعضاء الصوفت اللينة our brain المخ
our heart القلب and our lungs وكمان الرئتين بتوعنا are important organs أعضاء مهمة جدا that need تحتاج to be safe أن تكون آمنة فلازم العظام دي تكون آمنة ليها. طيب بعد ما نحفظ ممكن بقى نعمل stop للفيديو ونحفظ الكلام ده ونعيد الفيديو مرة واثنين وثلاثة لحد ما نحفظ الكلمات دي. المهم ان ما يعديش السيشن الجاي الا وانت حافظ الكلمات دي عشان نعرف نشرح بقى درس الجرامر وتبقى مركز معايا وفاهم كل حاجة. بعد كده ترجع تشغل تاني عشان تحل معايا الاسئلة دي. ممكن تدوس stop وتذاكر وتحلها لوحدك وبعد كده تشغل وتشوف الحل بتاعك صح ولا غلط. كمان هبعت لك الاسئلة دي على جروب التليجرام اسفل الفيديو. طيب نشوف اول درس معانا، اول سؤال معانا، هندخل على طول على التشوز. نمبر 1 our heart ولا skull ولا brain beats. احنا قلنا ان beats يعني ينبض about 70 times a minute في الدقيقة. طبعا مين اللي بينبض 70 مرة في الدقيقة؟ our heart. Number 2 our يا ترى ايه بقى؟ controls نفتكر كده مع بعض. controls يعني يتحكم everything that happened in our body، يتحكم في كل شيء في جسمنا بيحصل. يا ترى skull الجمجمة، brain المخ، ولا elbow الكوع؟ طبعا our brain المخ بتاعنا. Number 3 our يا ترى ايه هو؟ helps us move بيساعدنا نتحرك and make us strong وبيخلينا اقوياء. الجو الفك، ولا lungs الرئتين، ولا skeleton الهيكل العظمي؟ طبعا هو الهيكل العظمي skeleton. Number 4 the heart moves القلب ينقل، يا ترى ينقل ايه؟ blood water milk. طبعا دي سهلة move blood ينقل الدم around your body حول جسمك. بعد كده number 5 blood carries الدم يحمل veins ولا يحمل oxygen ولا يحمل ice to all the parts of our body. طبعا بيحمل oxygen. Number 6 يا ترى ايه هو اللي carry blood يحمل الدم from the body to the heart من الجسم الى القلب؟ ايه هو اللي بيحمل الدم؟ veins lungs muscles. طبعا veins الاوردة. in the في ال يا ترى في ايه؟ oxygen is added الاكسجين يضاف add بمعنى يضيف to the blood بيضاف للدم. يا ترى فين؟ في السكال في الجمجمة، ولا اللونجز الرئتين، ولا الهارت القلب؟ طبعا بيضاف الاكسجين in the lungs في القلب in the lungs في الرئتين عفوا بنتنفس الاكسجين يدخل للرئتين وبعد كده يوصل الدم للقلب. طيب number 8 veins and arteries الاوردة والشرايين are blood عبارة عن ايه؟ blood vessels أوعية دموية blood vessels. Number 9 we need نحن نحتاج lungs eyes muscles to move our bones لكي نحرك move يحرك our bones عظامنا. يبقى طبعا هنحتاج muscles العضلات هي اللي بتحرك العظم. Number 10 bones are يا ترى البونز دي ار تكون ايه؟ soft ولا hard ولا easy؟ من غير ما اكمل الجملة البونز العظام بتكون are hard صلبة and they protect our soft organs وبتحمي العظام او الاعضاء اللينة. Number 11 blood is الدم بيكون عبارة عن gas liquid solid طبعا عبارة عن liquid سائل gas يعني غاز liquid سائل solid صلب طبعا liquid سائل. Number 12 oxygen is a الاكسجين بقى عبارة عن ايه؟ gas excellent عبارة عن غاز. veins carry blood يعني الاوردة بتحمل الدم to ولا with ولا without oxygen to the other organs الى الاعضاء. يا ترى بقى بتحمل الدم بأكسجين ولا من غير؟ الفينس الأوردة اللي لونها أزرق
طبعا without oxygen، الأوردة ما بيكونش فيها oxygen. Number 14 our protect our heart، إيه هو اللي protect بيحمي our heart القلب بتاعنا؟ طبعا the ribs اللي هي الضلوع. Number 15 our is a bone، عبارة عن بون عظمة in our face في وشنا، طبعا عظمة الفك jaw. طيب number 16 there are 206 bones، يوجد 206 عظمة in a في ايه؟ في السكيلتون ولا الجو ولا السكال؟ طبعا عندنا 206 عظمة في السكيلتون في الهيكل العظمي كله. بعد كده 17 ايه هو اللي carry blood with oxygen، في اكسجين بيحمل الدم اللي فيه اكسجين، الارتريز ولا الفينز ولا اللونجز؟ طبعا الارتريز الشرايين. Number 18 we use، نحن نستخدم to chew food، لكي نمضغ الطعام chew food بنستخدم knees الركبة، muscles العضلات، heart القلب، طبعا بنستخدم muscles العضلات بتاعة الجو بتاعة الفك. Muscles are العضلات بقى بتكون، يا ترى بقى hard ولا safe ولا soft؟ العضلات دي هي اللي بتكون لينة، إنما هي اللي بتساعد العضلة قليلة، يعني لو حد ضربنا في العضلة دي هتوجعنا جدا، إنما العظم مش هيوجعنا، إنما العظم بيتكسر على طول، إنما العضلة دي soft ولكن قوية. طيب number 20 muscles are attached to، attached to متصلة ب، attached to العضل، attached to the bones متصل بالعظام، يعني دايما العضلة مع العظم متصلين، attached to يعني متصل ب the bones العظام. طيب تعالوا كده نشوف ال rearrange الترتيب، عندي كلمة skeleton و us و our و move و helps. طيب عشان نكون جملة مفيدة لازم أبدأ الجملة بفاعل، يعني حاجة اسم. Our A our skeleton يعني الهيكل العظمي بتاعنا، فين بقى الفعل؟ بيعمل ايه؟ helps يساعد، us يساعدنا، helps us move نتحرك. طيب number 2 important و is و the heart و very، سهلة دي، the heart is يكون very important مهم جدا. Number 3 oxygen arteries blood carry with، اول حاجة arteries اللي هي الشرايين بتعمل ايه؟ فين الفعل؟ carry بتحمل، تحمل ايه؟ blood، يبقى arteries carry blood with oxygen اللي فيه oxygen. طيب نقرأ بقى احنا القطعة دي وتحلوها انتوا لوحديكوا وتبعتولي في الكومنتات وتكتبوها لي السؤال اللي عايزه احله معاكوا، لان ده مهم جدا، ده بيعرفنا بعد كده نكتب باراجراف كويس. عشان نكتب باراجراف كويس لازم نكون جمله صحيحه، عندي صوره القلب ومكتوب heart و important، عايز اكون جمله مفيده، عشان اكون جمله مفيده لازم الجمله يكون فيها فعل، اسم وفعل. طيب الهارت بتاعنا هو الاسم، فهقول the heart القلب، او ممكن اقول our heart القلب بتاعنا ماله؟ is important مهم، ممكن اقول is very important مهم جدا. طيب تعالوا نشوف الجملة التانية، bones و hard يعني العظام و hard يعني صلب، فهنقول ايه؟ the bones، او ممكن ابتدي bones على طول، bones يا ترى دي مفرد ولا جمع؟ دي جمع bones، يبقى هقول are تكون is او are بمعنى يكونوا، فهقول bones are العظام يكونوا hard يعني صلب، العظام بتكون hard مش soft، يبقى هقول bones are hard. طيب بصوا بقى هسيب لكم برضو دي تحلوها، الكلمات اللي في البوكس دي تقرؤوها وبعد كده ريد الجمل دي وتشوفوا ايه الكلمة اللي في البوكس مناسبة للجمل دي، و
وكمان تبعتوا لي في الكومنتس يا ريت اكتر كومنت هيحل معانا هو ده اللي هقول اسمه الفيديو جاي ان شاء الله. الفيديو الجاي هنشرح فيه جرامر مهم جدا زي الفيديو ده بالظبط، فما تنسوش لو انتوا لسه ما اشتركتوش تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان الفيديو الجديد يوصل لكم اول ما ينزل ان شاء الله. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير لاصحابكم عشان غيركم يستفيد، شير بقى على الفيسبوك والواتساب عشان كمان انت تاخد نفس الاجر والثواب لانك قدرت توصل العلم ده لاكتر عدد من الناس. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.